ذني تحف ذني الكراسي. سبحان الله ضباب نازل كلش بالشارع. هاي الشيرازية على 30,000 عرضي. هذا القرد هذا مبطل روح اللوتي. هذا الشاهين عمره سنة ونص. يا هلا جمعة مباركة. اليوم الجولة حتكون مختلفة. رح ناخذكم جولة بسوق النهضة اللي بيع الأغراض المستعملة. رح نروح السوق الغزل. وأول مرة رح أشوف حيوان الشيواوا. أي عراقي وين رايح؟ سوق الغزل وسوق النهضة يوم الجمعة غير شكل. ذني تحف ذني الكراسي دوارات صاج قديم نظيف نظافتهن كلش عالية. حتى بيهن تطريز مختلف. ذني ست كراسي من ضمنها زين. ذني بيش حجي كلهن على 100. والله عمي بلاش ما شاء الله. هاي غسالة على الفحص. هاي الحافظ على 80. وهاي الكرافت ايضا على 80,000. هذا يبيع على 1000 دينار. هاي الحافظات كفرات شاحنات وايرات ستاند كله على 1000 دينار. هاي البسطية اذا شوفوها هاي تصفية مع المحلات. تنزيلات بلف تنزيلات بلف سماعة بلف كيبر بلف ستاند موبايل بلف اي حافظة بلف اي حاجة بلف تنزيلات بلف تنزيلات بلف بلف دينار بلف دينار جوا الجسم مباشرة ستاند موبايل بلف اي حافظة بلف اي حاجة بلف. هذا كنتور هسه اشتروا بابين على 60,000 على 5,000. هاي السماعة على 5,000 دينار. وهذا السيت مال البراين هذا على 5,000 دينار. 2 ب5. 2 ب5؟ اي حلو. 2 ب5 وهاي التوسعة على 5,000 دينار. ذني شنو ذني حجي؟ ضربات مال الفريزر. ايش هاي؟ 10,000 دينار. شارع المعارض مثل ما تشوفون فتح قدام السيارات صار تقريبا اكثر من شهر. بيش هاي الصوبة حجي؟ بيش هاي؟ 40. شخاطة وياها؟ هاي عجبتني. هاي هاي راف صيدلية صغير على 20,000 ساج قديمة. هذا الكرسي مال اطفال مال طعام على 20,000 عرضي جديد. اول مرة اشوف هيك جهاز بسوق النهضة. ذني 3 اجهزة وياهم ذني ذني مال تصليح مال تليفونات ومال صيانة. ذني على الفحص. هذا ايش قد سعره؟ هذا على 200,000 زين. هذا بيش؟ 150. وهذا بيش؟ ذني اي واحد على 100. هذا الكرسي ايش قد سعره؟ 30. نرجيله بيش؟ زين. هذا الكاونتر بيش؟ هذا الميز حلو كرسيين. وهذا الميز مال حدايق بيش هذا؟ 75. هذا الجيزر كلش نظيف على 40,000. بيش هذا اللايت؟ واحد ب3 2 ب5 طاقة شمسية وشحن. 2 ب5 حلو. هاي البراميل مال النفط على 5,000 دينار وعلى 4 يم الملعب كل جمعة. بيش اخذته؟ 120. بالعافية. ما شاء الله. حلقتها الجمعة تتريق بيض وطماطة وخبزة حارة من هذا التنور. هذا عرضي على 50,000. هاي الأغراض مال السيارات دائما تلقوها يم الملعب قبل ما توصلون للشارع مال المعارض. كل شيء موجود هنا. أنا هاي يخص السيارات. شلونك؟ بيش هاي الهيتاشي؟ هاي 160. هاي بيش هاي؟ هاي ثلاجة 85. هاي بيش هاي ثلاجة؟ 90. هاي بس بسطية مكنسة كهربائية زين على 25,000. هاي شاحنتها موجودة يوزي. هاي الصوبات بيش؟ هاي الغازية الصوبات الغازية بيش يا ولد؟ 2 ب5. 2 ب75 بيش؟
75 وحده ب 75000. هاي المثرامة على 20000، وهاي مال المعدة، هاي مال الرياضة هم على 20000. هذا الشارع أصدقائي فقط يوم الجمعة، الجو جسر محمد القاسم يومية موجودين. هاي الأجهزة ما تجري على الفحص على 200000 الواحد. بيش هاي الطابعات؟ على 100. واحدة على 100000 على الفحص؟ على الفحص. بيش هاي المرجوحة؟ 150000. بيش هذا الكومن هذا؟ هذا على 30. عندكم هاي السيارة، هاي البي ام نظيفة كلش، على 100000 عرضية. طبعا هذا السياج المحاذي للحديقة اللي يصير قريب على قراج النهضة، هم شغلات حلوة عندهم، هم خوش شغلات تلقون عندهم صراحة. هذا قراج النهضة أصدقائي، إذا تشوفوا هذا قراج النهضة، ومنها عندكم مستشفى الكندي، وهذا هو سوق النهضة، منها يبدي من الحديقة وانت طالع قبل. هذا الميز ويا كراسي اثنين، هذا سعر على 25000، هذا يطبق يصير الحدائق للسفراء شيء مرتب. هذا التخم الزيتوني، هذا صاج قديم دوشمته حلوة. هذا شو سعره؟ 500000. هذا على 500000. وائل شلونك؟ وائل شلون صحتك؟ شنو هالكراسي الحلوة جايبها؟ واحد ب20 والمتابعين بيش؟ والله والديك كرسي حلو هذا على 20، ولا تخابروا من طرفي هيسوي لكم خصم خاص. وائل ايش قد تليفونك؟ تعال 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 هنا وائل، ايش قد تليفونك؟ 0771056604. هاي هنا الكراسي اذا احتاجيتي وانت اصلع لي. شلونك؟ بيش تبيع عندني؟ 5000. حلو. اشكرك. هذا معرض ابو شمس، كل انواع الاغراض المنزليه جديده ورخيصه عنده. شلونك سلمان؟ هذا ايش قد سعره؟ هذا طباخ ما مستعمل اشكال. اي. 25. بك كرتونه الطوب. اي. هاي الثلاجه. هاي مجمده للتخمير. هاي مجمده. التخمير 25 نهايته. زين، هذا بيه. 400 ما مستعمل جديد اردني، هذا بيه لون جديد. حلو. هاي لي قرب بيش هاي ثمن؟ هاي 400 ما مستعمل 24 قدم. تطوح وحده بالكرتون؟ اي زبون اعطي وحده بالكرتون انت حبيته، بدها كانت 3 امتار. هذا درجه اولى سرعه. 3 امتار. 3 امتار، هذا لون اسود. اي. عندك لون هذا الكريمي، المرمر الوان. هذا شو سعره؟ هذا سعره خاص. هذا سلمان. فعلا هذا 3 امتار، 3 امتار 60 كيلوغرام، سعره 800. 800. 800، هذا 800. عندك هذا 850. يا هو. هذا موديل مختلف. هذا؟ هم 3 امتار بس موديل مختلف. 150؟ 150 الف، شوف استاذ علي قاعد ينقر من امه. 550. عندك هذا شو كم متر ونص؟ 325. متر ونص؟ 325. متر 20 250. 250. وعندك ابو المتر 200. متر ب 200. وهذا سلمان. هذا مترين. هذا الشيء هو البيوت الخاصية كلش حلوة، هذا يسمونه شبع، هذا سعره خاص. هاي بيش هذا؟ اليوم هذا الجديد. هذا اليوم ارتفاع عالي. سطح مرمر وسطح مرمر. ايه. ملحق ماله هذا يسمونه ملحق تعليق، عندك هذا لون. عندك هذا لون. المرمر ثمانية اجزاء. لون تقييم. شغل درجة أولى، بيه هو التفاصيل أستاذ علي. ايه. عندك هذا لون، هذا سعره 825. كمان عيون استاذ علي اللي يجيك من طرف الباب. والله يا اللي من طرف وجهي الدلل، الى عرض خاص، خصم خاص. قلت لي 0774673563. وين موقعك؟ بغداد النهضة مقابل بازجي خان، العدة مستعمل يراوس عادي. هاي احسن مصرير شوايات مال اكل مال مطابخ بسوق النهضة. هاي على 125. فلافل؟ وبوتيتا، وهنا عندكم برجر وفنجر وفلافل، ايش قد سعرها هاي سيد؟ هاي ب 200 وبيها مجال. بيش هاي؟ 300. وعندكم ذني مال قص 4 عيون 5 عيون 6 عيون، الوحده على 200000. هاي ايش قد سعره سيد؟ بيش مال كباب؟ 400 متر ونص. عندكم هاي ب 350000، وهاي مال دجاج 550000. هاي
وعدكم هاي كاملة مع الفنجر وبرجر ومقبلات، هاي العارضة على 400,000 جديدة. هاي الحماية بيشتي 550 بيها مجال مع اللبلبي وباجلة بيش هاي، وهاي مع الشاي بربع وبي مجال. طبعا ما شاء الله عنده معرض ثاني كل أنواع الشوايات. سجاد شلونك؟ زين كل هالموجودات عنده. سيد ايش قد تليفونك؟ 0777-6955-4844. مقابل محطة وقود النهضة المشيدة يومية موجود. أشكرك. هذا معرض نوفل. شلونك نوفل حبيبي؟ شلون صحتك؟ هذا ايش قد سعره هذا؟ هذا 550. 550 أبو الحلقة، رجليناته حديد وكو لون زيتون. إذا تحبون مال المكاتب هواي يدورون على هذا اللون. هذا وتر بروف ضد المي كله حلو. نقدر بعد نشوف هذا لون جوزي ما شاء الله. هاي الوان هوادي شوف يا ضف شيء راقي حلو شغل حلو زين نازك مال بيوت حلوه صغيره هواي الوان بي ذني على 550 الف. وبعد هناك ايش عندك نوفل؟ ما شاء الله هذا يجي لونين كرسي لون ولا الخنفه لون ثاني ليش هذا؟ هذا 500 هذا على 500,000 بأكثر من لون تشوفون بعده بتشيس. وعدكم هنا شويه حياكته تختلف لونه يختلف بيش هذا لونه يختلف هذا يعني ايه؟ 550 البقيه اللي ورا ايه هذا لك لك على ايه؟ 500,000 خلي ياخذ نوفل اللي يجيك من طرف اللي بالك عليك يقول لي شنو اسم عينك جت لي هناك 0771-27-0591-0 مقابل معك الوقود اللاطف مشيت هذا سيت كامل 250,000 وهذا بيش هذا 140 هاي بيش هاي عمو 75 وهاي والخضرة هاي 120 هاي ب 100 120 هاي على 30,000 والخلاطات اكو ب 15 واكو ب 25 هاي بيش هاي عمو 45 حلو هاي ايش قد تليفونك علي 0771-6-4-5-2-1-6-6 ممنون سجاد شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ هذا سجاد بيش؟ هذا 675 لعيونك ولعيون المتابعين السالة على حبيبي. هذا كوشاته من نوبي؟ كوشاته من نوبي ترك الأصلي حلو والضمان مات على حسب الزبون ايش قد يبي ضمان احنا بخلده. هذا شنو هاي؟ هذا 7 مقاعد زين لوك اسود ضمان بي مدى الحياة. هاي شنو هاي؟ 400 شغل درجة أولى حلو وذن الطبلات سجاد سأل على حبيب. هذا عندنا من يم كمية هذا سيت الطبلات كامل ثلاث قطع ب 30,000 30 وذا بالجملة وذا جملة 25 هذا بالتاج الراس الملكي كنا نبيع 650 سويناه 600 حلو وايا الوان بي جميع الالوان متوفر 10 مقاعد 10 مقاعد اي 10 مقاعد 5 قطع قالك 30 قال 30 كراس 2 بلوك اسود ضمان ايش قد يريد مو موجود ضمان ايش قد تليفونك سجل 0771-115-817 مقابل محطة وقود النهضة المشاهدة يومية موجود. شوفوا لي هذا الزيتوني هذا المكتبي على 170,000 65 والمتر 40 180,000 ليش هاي الصيدلية عصام؟ عيني هاي الصيدلية هاي ثقيلة هاي أربع خانات تصير بها 130,000 والباقيات ذيك على 125 ذني على 125 أربع ألوان هذا ب 75,000 شو القياس يا عصام؟ هذا قياسه متر واربعين متر واربعين هاي المكتبة بيش عصام؟ هاي 175 175 هذا ديلاب 90 هاي تشرباية عصام؟ أول شيء عندنا نوعين تشرباية تشرباية عندنا الخليلة ب 80 زين والثقيلة ب 90 هذا شنو هذا خالد؟ أستاذ علي تخم مصري دوشة محاديثة خنفة وأربع خرام إيه؟ شعرها 200,000 هذا التحفة خالد استاذ علي تخم تركي نظافته 100% قنبتين واربع كراسي ويا ثمان كوشات وهاي الطبلة الوسطية هذا خشبة كلها زان تركي اصلا هذا سعر النهائي مليون وربع مليون وربع هذا تخم مصري زين هذا سحولة حوض الهين ناعم هذا قنبتين ويا ست كراسي يعني ذني كراسي اثنين زيادة حلو ويا خمس طبلات مرمر هاي طبلات مرمر خمس هذا سعر للمتابعين نهايته 500,000 وهذا خالد استاذ علي عندك هذا تخم سبع مقاعد ثلاث طبلات نهايته 200 اي نعم هذا خالد قد علي هذا تخم مصري 10 مقاعد قنبتين واربع كراسي ايه هذا نهايته 305 ما سولفك علي تخم خطاطه هذا تخم خطاطه هذا عنده وزان ثقيله هذا يتحمل ب 10 مال هذا كله شغل تواصل هذا قنبتين كبيره وقنفه صغيره كرسي وذا كوشات وهاي التلبيسه هذا نهايته 505 شنو هذا خالد؟ علي عندك هذا تخم عباس
هذا باللباليب زين. هذا مال الثمانينات قديم. اربع كراسي. حلو حلو هذا كلش حلو. هذا لباليب. هذا يصلح قهاوي مال بيوت مال هولات. هذا نهايته 175 خشب زان اصلي؟ اي هذا ضد الماء. 450 وتر برو ضد الماء ب 400 450. ايش قد تليفونك خالد؟ استاذ علي رقمي 0770536189. مقابل محطة وقود النهضة المشيدة يومية موجود جو المجسار. اي شخص يجي هنا بالنهضة يقول خالد الراجل الف واحدة. ابراهيم شلونك؟ شلون صحتك؟ بيش هاي الطاولة؟ كلها ما راس هذا حجم 28 على 8 طاوة على 8000. ما شاء الله زين. هذه ايش دورها بيش؟ كان زوج 15 10 هاي شنو هاي؟ شنو ان شاء الله توي جايه. حلو هذا ب 6 قطع. اي 5000. هاي المطحنه على 2000 دينار وهاي الكماشه بيش ابراهيم؟ 1000 على 1000 دينار. هاي عندكم سيليستيل على 1000 دينار. هاي خواشي كل شيء عنده هنا. ابي ايش هاي بيدك؟ هذا كاذب. هذا شو اسمه؟ ابراهيم هسه ما تعرفها؟ يعني انت يعني انت ما تعرفها؟ انا اعرفها، انا بحياتي كلها مرتين طويت للمطبخ. هاك عيني زين. هاي هاي جيب هاي التحفه الحلوه. لا العوف الخواشيق اليوم. بيش هذا سيليكون جيلاتيني. ايه هذا ميمو. هذا 6 قطع. ايه 6000 هو الاستان. يعني تحسب القطعه ب 1000 يطلع استان مجاني. اصدقائنا من الزعفراني متابعين القناة حياكم الله. حياكم الله. تعبنا تعبنا ما ردنا. ما لقينا. اليوم طلعت من الصبح بالضباب. ابراهيم شنو هاي اليوم جايب زلابيه اليوم؟ هذا سيليكون. حلو حلو حلو. بيش ذني؟ 6000 دينار. احسن بسطيه. تشوفون ذني الجمال؟ شوفوا هاي القطع الحلوه. هاي الصحيحة ويلي ثقيلة هاي جمال وبداعة ورخيصات. مش قد أسعار هذين أبو كرار؟ 25 هذين يجي دالت على 25 وكوب 20 والله ثقيل. حلو زين. وهذا المستخدم مصلح؟ لا لا بالله ضمان بي شهر نحاس. ايه حلو خلاطات كل أنواعها زين. ذني شنو ذني هناك؟ ذني شنو؟ مواد احتياطية. حتى قصب ألمانية. هاي هنا كل جمعة بالحديقة. إذا تشوفون هاي الحديقة من قبيل إبراهيم أبو الخواشي. حلو. إيش قد تليفونك أبو كرار؟ 0770 5 9 8 9 3 0. شلونك؟ ليش هاي الصوبة؟ الله يحفظك. 50 فيها مجال. حلو. ذني تابعت. الله يسلمك حبيبي. حياك الله. 20 و25 20 و25. عاشت ايديك. شلونك؟ الله يسلمك. حلو. خوش صوبات جايب. ايش قد تليفونك؟ 077 11 3 5 5 4. حلو متابعينك يا بنت. متاكد من رقمك لو لا؟ مصطفى الكناني يعني. شو خوش شغلات جايب اليوم. هاي الاغراض العسكريه الملابس زين. الله يطول عمرك ويحفظك. كل جمعه بالحديقه مصطفى الكناني بسطيته رخيصه وحلوه حبيبي. اليوم ايه الله يرزقكم ان شاء الله. تليفونك حجي المرتضى. ايه 0770 2501 88. طبعا هاي كل انواع البسطيات مال ملابس عسكريه موجوده هنا. بساطيل بيريات جنط كل شيء يخص اخواننا العسكريين موجود هنا. ما بين قراج النهضه وما بين سوق النهضه جو المجسر يوميا دول متواجدين. طبعا منطقه الصدريه يوم الجمعه كلش حلوه. ناس هواي تجيها من مختلف مناطق بغداد وحتى المحافظات يجوها قبل ما يروحون السوق الغزل يترقون بيها يغيرون جو شويه. من اكثر المناطق الشعبيه بالعراق
اللي ترتادها العالم وبعدها محافظة على شعبيتها وبغداديتها. هاي خلينا نروح هناك سوق الغزل تريق هنا بالصدرية وغير الجو. هذا طير حب الزوج على 12000، هاشكي على 200000 ما شاء الله، هاي الشيرازية على 30000 عرضي، هاي الهملاية على 40000. اسمعوا لي بياض ما شاء الله، هذا القرد هذا مبطل روح اللوتي على 600000 عرضي. طول حياتي اسمع عن الشيواوا، اول مره اشوفه، اول مره يجي بسوق الغزل. اي والله من النوادر. بيش هذا؟ 450 وبي مجال. 450 وبي مجال. هذا الشاهين عمره سنه ونص. هذا شنو ابو؟ بيش هذا؟ 150000. بيش البط؟ بط على 30 جوزتي. زوج بستين واحد عدد. تسلم شونك راك الله خليك. شو هذا سعار هنذني؟ هذين على 20 واحد. 20؟ ايه هذا 15. وذني؟ على 40 واحد. ياتش على 40. هذا 40. هذا 40. هذا حلو. هذا 40. زين. هذين زوج 50. 50. عاشت ايدك. هذا ببغاء درة على 200000. ثلاث كلمات يحكي. حسون شلونك؟ ارقى اسماك عنده بسوق الغزل. هذا شنو هذا؟ عندك اوسكار الناري. ايه؟ هذا سعره 15000. الالبينو سعره 15000. هاي سمكه الجولفش. سمكه كلش حلوه وتسر النظر بصراحه. هاي ايش قد سعرها الزوج ب8؟ هاي زوج ب8. هاي بزوج ب8000. هاي شويه تصير كبيره، لان شويه الانعم هم جولفش هذا. كله زوج على 5000. وعندنا هذا هنا ب2000. وينه ب2000؟ هذا هذا على 2000 دينار. هذا شوي يصير انعم. هذا الزوج على 120000. هذا ديسكاس. هذا الانجل الابيض 8000 سعر الزوج. هذا هم انجل؟ اي هم انجل. هذا الاسود. هذا اسود؟ هذا 10000. 10000. هذا شنو هذا العفو؟ هذا يشتغل غريب. ايش هذا؟ هاي سعره؟ هاي سعره 20000. هذا يسموه بابغاء هذا. ايش هذا؟ على 10. بابغاء على 10. 10. هذا اوسكار؟ على 10. هو اللي فوق قال اليوم. هذا السكلايت سبحان الله، شوف الوانه ابيض شويتي اصفر. بيش هذا؟ 8000 دينار. هذا بيش هذا؟ 15000. اوسكار. تاجر ايش سعره؟ 4 سمكات ب5000 ومتابعينك 5 و5. هذا ريد كاب زوج ب8، وعندكم هذا ال 7 ب5 جولد ناعم. هذا جولد فيش الخشن 5 ب5. هذا الكوي؟ هذا الكوي. ايه زوج ب8. زوج ب8 حلو. هذا الكوي زوج ب5. هذا؟ زوج ب5. اشكرك. هاي بسطي على 750. شلونك؟ 750. هاي حاجة البسطية 750. قال له بخذ 750. تنزيلات 750. أنواع الحاجات 750. هاي حاجة 750. على 1000؟ 750. هاي حاجة البسطية 750. ما بين وثنه وما بين الخلالة بسطيته. أشكرك.